السلام عليكم عزيزاتي الطالبات، أعزائي الطلاب. في مادة فيزياء 580 التركيب النووي Nuclear Structure لقسم الفيزياء والفلك كلية العلوم وجامعة الملك سعود. نبذة قصيرة عن الكتاب المقرر، المؤلف هو كينيث كرين، العنوان Introductory Nuclear Physics. كتاب مهم جدا وأسلوب بسيط بالرغم من تعدد المواضيع، فمنصوح أن الكتاب هذا يحفظ ويستعمل في كل مشواركم الأكاديمي في السنوات القادمة إن شاء الله، يعني يكون بجانبكم دائما في النشاط الأكاديمي سواء كان تدريس أو بحوث. إذن الكتاب أظن آخر طبعة، والطبعة اللي نستعملها هي من سنة 1987 تقريبا. تسلسل تاريخي لأهم الأحداث اللي تخص الفيزياء النووية، مثلا اكتشاف ظاهرة الإشعاع راديو أكتيفيتي من طرف بيكرل سنة 1996، تعتبر نقطة الانطلاقة. بالنسبة لي نقطة الانطلاق الحقيقية هي اكتشاف راذرفورد للنواة الذرية، نوكليير أتوم لراذرفورد في سنة 1911. هذا يعتبر بالنسبة لي نقطة الانطلاقة للفيزياء النووية. بالطبع جانب الإشاعات هو جانب مهم جدا. سنة 1932 تعتبر سنة مهمة جدا أيضا لاكتشافات ذات الأهمية، أوكي، اكتشاف الدوتيريوم، البوزيترون اللي هو الجسيم المعاكس للإلكترون، وخاصة النوترون، أوكي، خاصة النوترون. وهذا تقريبا إذا أوضع إذا نقطة نهاية لنظرية النواة وتركيبة النواة، واللي هي التركيبة اللي نستعملوها الآن، اللي هي مجموعة بروتونات ونوترونات. والإلكترونات لا تتواجد داخل النواة وإنما خارج النواة، فهي إلكترونات ذرية في مدارات تخص إذا الظواهر الذرية فقط. معظمها تخص الظواهر الذرية، بعض الأحيان تتفاعل مع النواة بصورة غير مباشرة. سنة 1942 First Controlled Fission Reactor، يعني انطلاق إنتاج الطاقة النووية عن طريق الانشطار النووي، أوكي؟ إذن إنتاج الطاقة النووية وأيضا الاستعمال العسكري للطاقة النووية، أوكي؟ سنة 1947 وخاصة اكتشاف الباي ميزون. الباي ميزون إذن هو شيء يختلف تماما عن النوكليونات، وهذا يعتبر أول جسيم خارج من الجسيمات الثلاثة الأساسية اللي هما البروتون والنوترون والإلكترون. وهذه النقطة هذه ممكن اعتبارها يعني نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات اعتبارها نشأة فيزياء الجسيمات، أوكي؟ إذا فيزياء الجسيمات هي الفيزياء اللي تزيد في سلم المادة، إذا تتعمق في المكونات الأساسية للمادة، وهي بالطبع الفيزياء اللي هي على حد المعرفة وبالطبع اللي مربوطة بما نسميه بالنظرية الأساسية اللي هي ستاندرد مودل. إذا الفيزياء النووية لا زالت تتواجد الآن، لا زالت موجودة، سوف نتكلم عن هذا الأشياء هذه في الشابتر الأول. وتقريبا كل الاكتشافات أو كل الأحداث اللي موجودة هنا تخص أساسا الفيزياء، فيزياء الجسيمات particle physics. ولكن بما أنه الفيزياء النووية وفيزياء الجسيمات لديها نقاط مشتركة عديدة، مثلا التقنيات التجريبية تتشابه تقريبا كلها، فبالتالي الأحداث هذه والتواريخ هذه ما زالت تنسب في نفس الوقت بالاشتراك إلى الفيزياء النووية. الكتاب منظم في إلى سلسلة من الوحدات الرئيسية Unit 1 Basic Nuclear Structure، في مجموعة من الشابترات. والوحدة الثانية إذا تهتم بكل ما هو تحلل وإشعاعات Nuclear Decay وRadioactivity، كل الظواهر المربوطة بهذا الظاهرة هذه. الوحدة الثالثة تهتم بالتفاعلات النووية Nuclear Reactions بكل أنواعها. إذا الشابتر الأول هو عبارة عن الشابتر نظري ويهتم ب
إذن شرح الأصناف الرئيسية، وبعد ذلك كل صنف أو كل ميدان إذن ينسب له إذن أو يخصص له شابتر معين، مثلا التفاعلات المربوطة بالنيوترونات أوكي، والتفاعلات اللي هي الانشطار فيشن مثلا. أما الوحدة الرابعة والأخيرة فتهتم بالجوانب بين قوسين الثانوية ولكن لا تقل أهمية، ومسألة التطبيقات. مثلا هنا في المجال الأساسي، يعني المجال اللي ليس مرتبط مع التطبيقات مثلا التقنية أو التطبيقات الطبية، إذا لديكم الشابتر 18 اللي هو مدخل على فيزياء الجسيمات والنوكلير أستروفيزيكس أوكي، وهذا متعلق بطب الظواهر النووية في الكون في النجوم إلى آخره. والشابتر 20 والأخير من الكتاب هو عبارة عن تطبيقات للفيزياء النووية، وخاصة في مجال التحاليل أو الأناليزيس، والتطبيقات مثلا في الميدان الطبي أوكي، سواء كان دياغنوستيك أو ثيرابوتيك. ثيرابوتيك معناه العلاج. أخيرا مجموعة من الأبانديسز يعني إضافات أوكي، الأبانديكس A Special Relativity أوكي، النسبية، نظرية النسبية، النسبية الخاصة بالطبع أوكي، اللي هي إذا تعطينا عادة قوانين الكينيماتكس أو قوانين الحركة عندما تكون سرعة الجسم كبيرة وتتقرب من سرعة الضوء. Appendix B اللي هو إطار Center of Gravity أو Center of Mass Reference Frame، والأبندكس C هو مجموعة خصائص الكتلية والإشعاعية للأيسوتوبات المعروفة. القائمة هذه بالطبع الآن ممكن نضيف عليها قوائم أخرى، والأشياء اللي ممكن لا تتواجد في القائمة هذه ممكن تلقاوها على الإنترنت مثلا. إذن أحث خاصة كل الطلاب أنهم يراجعوا الأبندكس A مراجعة إذن النسبية، لأنه نطبق في العديد من المقاطع نطبق إذن قوانين النسبية، وأيضا مسألة Center of Mass. فيما يخص مادتنا، وبطبع التفاصيل هذه سوف تكون موضوع لقاء مع الطلاب للتفاصيل، إذن سوف تتركز حول مراجعة تعتمد على الشابتر الأول ومقاطع من الشابتر الثالث أوكي؟ وبعد ذلك ندخل في لوب الموضوع في الشابتر 4 وهو دراسة القوة النووية عن طريق دراسة الدوترون ومسألة إذن التصادم أو النوكليون سكاترينج. والشابتر 5 إذن موضوعه هو الشيل موديل أو النظرية القشرية والنظريات الجماعية أو الكوليكتيف مودلز. وأخيرا إذن ثلاث شابترات إذا تركز دراستها وتتعمق دراستها حول إذا التحلل ألفا والتحلل بيتا والتحلل جاما. إذا سوف تكون دراسة إذا تجريبية ونظرية شبه كاملة، وتهتم بالعديد من الجوانب أوكي. مثلا من الجوانب المهمة هي مسألة السيلكشن رولز اوكي، سيلكشن ما هو ممكن في الجاما ديكاي اوكي، وما هو غير ممكن، ما هو مستحيل وما هو ممكن باستعمال اذا شروط وقواعد يجب ان تحترم من طرف الانجلر مومنتوم لكل المشاركين والباريتي لكل المشاركين، سواء كان الام او البنت او الجسيمات اللي تخرج مثلا لهنا بطبع جسيم فوتون جاما، وفي البيتا ممكن يكون بيتا ممكن يكون اكس راي، وفي ما يخص الالفا هو الالفا والبنت اوكي. اذا كل هذا المشاركين عندهم انجلر مومنتوم وعندهم باريتي، وهذا المشاركين لازم يحترموا بعض القواعد. فبعض الحالات اذا عندما لا تحترم القواعد هناك استحاله، اذا الديكاي غير ممكن اوكي، وعندما تحترم القواعد الديكاي يكون مفتوح
هذه نسموها selection rules أو قواعد الذكاء. الشابتر 2 هو عبارة عن مراجعة سريعة وعامة لمسائل ميكانيكا الكم. أيضا هذا أحث الطلاب أنهم يراجعوا هذا الشابتر هذا، إذا ليس طويل جدا 30 صفحة. أوكي، مراجعة سريعة تمكنك من مراجعة إذا أهم القواعد والقوانين والمعادلات اللي نستعملها في ميكانيكا الكم، وهذه سوف نستعملها كثيرا في دراستنا في هذا الترم. عادة كل شابتر ينتهي باقتراحات حول قراءات إضافية، هذا بالطبع إذا كان لديكم الوقت، وربما في المستقبل إذا رجعت إلى أحد النقاط في هذا الكتاب اللي درستها في هذا الكتاب وأردت التعمق. مثلا هنا أنا متواجد في نهاية الشابتر رقم 3 Nuclear Properties في الصفحة 77، هنا لديكم مثلا مجموعة references المنصوح بها في هذا الموضوع هذا بالذات. أوكي، ويليه إذن مجموعة من المسائل problems، وسوف أختار إذن بعض الأحيان أقترح عليكم تمارين ليست موجودة في الكتاب، هذه الجزئية ربما لا تتعدى 10% من إجمالي الهوموركس، وإذن معظم التمارين الموجودة في الهوموركس إذن منسوخة من الكتاب، وإذا تلقوها في هذا الجزئية هذه. مثلا هنا إذا نحن في الشابتر 3، إذا هذا المسألة هذه سوف تكون 3.1، هذه 3.2 وهكذا. أوكي، إذا رقم الشابتر ورقم التمرين في الشابتر. وأيضا بعض الأحيان أطلب منكم أنكم تعملوا هناك إرشادات للمسألة، مثلا أقترح عليكم أنكم تستعملوا فكرة معينة أو معادلة معينة، أو بعض الأحيان يطلب منكم حساب على مثلا هنا، شايفين هنا ممكن في التمرين هذا 15 يطلب منكم الحساب على كل الأيسوتوبات هذه، ولكن أنا عندما أقترح عليكم مثلا مثل هذا التمارين هذه نطلب منكم فقط أنكم تعملوا الحساب على ربما جزء من هذا الأيسوتوبات. أوكي، لأنه الحساب يكون أقصر و أحسن للطالب. هذا إذن الأبندكس A، إذن النسبية الخاصة، إذن عادة تدرس في مادة الفيزياء الحديثة في السنة الثالثة أظن جامعي، إذن تدرس في البيتشلر، إذن مراجعتها منصوح بها شديدا. هذا الأبندكس B، أوكي، إذن Center of Mass System أو Reference Frame، هذا أيضا هذا متواجد في كل السنوات، يدرس في السنة الأولى، يدرس أيضا في المودرن فيزيكس مثلا. إذا في هناك عدة مواد أو كورسات إذا نستعمل فيها مفهوم السنتر أوف ماس ريفرنس فريم. وبين قوسين مثلا لدينا مثلا ديكاي أو تفاعل نووي. أوكي، إذا لدينا جسم A إذا عنده سرعة معينة وينزل على الجسم B اللي هو متوقف. أوكي، فهذا الدراسة في هذا الإطار تعرف تحت اسم Laboratory Reference Frame، لأنه هذه الصورة اللي يراها المجرب والشخص اللي يقيس. ولكن إذا حسبت Center of Mass للاثنين للمشاركين، يعني أن النواة اللي تكون متوقفة والنواة اللي تكون متحركة لديهم center of mass، وإذا وضعت الأوريجين على هذا center of mass فالأمور الصورة تتغير والمعادلات تكون أسهل. أوكي، ومعظم النظريات في الفيزياء النووية إذا تشتغل على center of mass reference of frame، وبالتالي المجرب أو الفيزيائي التجريبي يجب أن يقوم بعملية تحويل من center of mass إلى اللاب وعكسا من اللاب إلى center of mass على حساب الهدف. أوكي، هل يطبق شيء نظري إلى قياسات، أو يتحصل على قياسات ويريد مقارنتها إلى قوانين نظرية. مثلا ذكركم أنه the Schrödinger equation مكتوبة داخل center of mass system، لا تنسوا هذا النقطة هذه. والأبندكسي هو إذن مجموعة الخصائص، إذن كتلة، الهالف لايف،
الاباندنس اذا كانت متواجده في الطبيعه لكل الايزوتوبات المعروفه بالطبع في سنه 1988. اذا حبيتوا معلومات عن الايزوتوبات اللي اكتشفت في العشرين سنه الماضيه، اذا هدفكم هو الانترنت وهذا النوع من المنشورات، إذا أودي وابسترا وخاصة أودي ما زال إلى غاية الآن ينشر هذا الديتا هذه مع الصينيين أظن في السنوات الماضية. إذا الأبندكس هذه إذا ترجعوا لها معظم الأحيان عندما تشتغلون على الهوموركس، الهوموركس عادة ما يعطوكمش المقادير، إذا لازم تجوا هنا تبحثوا عن الكتلة، تبحثوا عن الخصائص المختلفة للقيام بالحسابات. بالطبع في الاختبار يعطى لكم المقادير هذه، في الاختبارات تعطى لكم الكتل إن كانت إذا كانت لازمة. أوكي، إذا كيف نقرأ اللوحة هذه؟ إذا لدي، إذا نبدأ ب إذا العمود الزي أو الأتوميك تشارج نمبر. أوكي، إذا هو اللي يعطيني العنصر، إذا زي يساوي واحد يعطيني عنصر الهيدروجين element hydrogen. الـ A الرقم الكتلي يعطيني إذا الايسوتوب 1 2 3 هيدروجين 1 هيدروجين 2 دوتيرون وهيدروجين 3 ترايتون. اوكي، إذا هذو ايسوتوبات كل واحد كتلته بالوحدة، وحدة الكتلة الذرية اتوميك ماس يونت. هذا spin parity سوف نتكلم عنه. هذه إذا إما الأباندنس إذا كان متواجد في الطبيعة، إما الهالف لايف إذا كان غير مستقر. أوكي، إذا هيدروجين واحد وهيدروجين اثنين متواجدين في الطبيعة، وهذه الأباندنس بالنسبة المئوية، وهذه الهالف لايف للهيدروجين ثلاثة لأنه غير مستقر. إذا رحت للكربون، إذا زي يساوي ستة، الكربون عنصر الكربون، ما هي الأيسوتوبات؟ كربون 9 10 11 12 13 14 15. بالطبع الاكثر تواجدا في الطبيعه هو كربون 12، شايفين اباندنس 98 فاصل كذا، يعني تقريبا 99% متواجد في الطبيعه. اوكي، ومثلا الكربون 14 الكربون 13 متواجد في الطبيعه 1.11%، وكل الكربونات الاخرى غير مستقره. اوكي، اذا عندنا الهالف لايف ووسيلة الهالف لايف أو عفوا وسيلة الديكاي، مثلا كربون 14 الهالف لايف هو 5000، إذا راني نقرأ مليح 5730 سنة years، ويتحلل عن طريق البيتا ماينس ديكاي بيتا ديكاي. في الأخير دائما الملاحظة هذه لكل الكتب الإندكس، إذا كنت تعرف الكلمة ونسيت أين تتواجد في الكتاب فهذا هو هدفك. أوكي، إذا ذكرت الكلمة مثلا abundance، أوكي isotopic abundance، روح للصفحة 63. إذا حبيت مثلا تراجع الاكتيفيتي، إذا نروح للصفحة 162، وهناك العديد من الكونسبت الفرعية. أوكي، اكتيفيتي ديكاي، اكتيفيتي ميكستشر أو ميكستشر أوف اكتيفيتي، ويونيتس أوف اكتيفيتي، إذا عندك عدة اختيارات، ألفا ديكاي إلى آخره. جدول العناصر، إذا بعد الإندكس بيريودك تيبل أوف ذا إيليمنتس. أوكي، مثلا البورون زي يساوي 5، وهذه الكتلة المولية بالجرام 10.81 جرام. وآخر صفحة من الكتاب بعض الثوابت. أوكي، سرعة الضوء في الفراغ، وهناك ثوابت مهمة نستعملها كثيرا في الحسابات اللي هي هنا HC و H bar C. أوكي، HC و H bar C و E تربيع على 4 باي إبسلون 0، هادو نستعملوهم كثيرا في الحسابات. بعض الكتل على شكل طاقة، أوكي rest masses للإلكترون، بالطبع كلكم تعرفوا كتلة الإلكترون بالأمي في اللي هي 0.511 أمي في بر سي سكوير. البروتون والنيوترون، إذا لاحظوا البروتون الكتلة أقل من النيوترون. أوكي، وهذا نرجع نتكلم عنه عندما نتكلم عن البايندين إنرجي.
الدوتيرون، إذا في الشابتر رقم 4 إذا نرجع إلى كتلة الدوتيرون، والألفا والبايون، بايون باي بلس باي ماينس، والبايون النوترون اللي هو باي زيرو، والميو هو هو إلكترون ولكن أثقل من الإلكترون، هو عنده نفس طبيعة الإلكترون، هو لابتون ولكن كتلته أكبر من الإلكترون. والكونفرشن فاكتورز بالطبع الإلكترون فولت وحدة الطاقة، إذا يتحول إلى جول. الوحدة الكتلة الذرية محولة إلى MeV ومحولة إلى كيلوغرام. بالطبع نذكركم لن نستعمل الوحدة الدولية، نستعملها ربما مرة اثنين هكذا لتدريب وللمقارنة، ولكن معظم الأحيان حساباتنا سوف تكون بالنسبة للكتل بوحدة الأميب، أوكي، أو الوحدات المضاعفات الإلكترون فولت. وحدة البارن اللي هي وحدة الكروس سكشن، ووحدة الكيوري اللي هي الأكتيفيتي، أوكي، ديكيس بير سكند.